رجل قال لابنه أمك طالق إن لم تحلق اللحية فماذا يفعل؟ طبعا إذا لم يحلق اللحية فليست الأم بطالق. ليه؟ طالما أن هذا الولد بالغ وله ذمة مستقلة فهو مسؤول عن تصرفاته، لا سيما إذا كانت هذه التصرفات مما أذن فيها الشرع، فلا يجوز للأب أن يرغم ابنه على مخالفة الشرع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعثا جعل عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، فلما كانوا في بعض الطريق قال لهم: ألم يأمركم النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمعوا وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: خدوا أخدودا فخدوه، احفر حفرة. قال: احتطبوا حطبا، ثم أوقدوا النار في الحطب، ثم قال لهم: ادخلوا النار. فقال: والله لا نفعل حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو دخلتم فيها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأفرض الله نفسه بالطاعة، وأفرض نبيه صلى الله عليه وسلم بالطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وعند أولي الأمر وهم المسؤولون، سواء كان الأب أو المسؤول في العمل أو المسؤول في البلد أو ما إلى ذلك، لم يفردهم بالطاعة، وإنما جعل طاعتهم تبعية لا استقلالا. ففارق بين طاعة الله وبين طاعة الأمير أو الوالد أو نحو من ذلك. طاعة الوالد إذا أمر بطاعة الله عز وجل أو أمر بمباح، يعني لو أبوك قال لك اكتر الشباك ده مباح، إذا يسن لك أن تطيع أباك، قال لك لما على الجزم يسن لك، يعني تأخذ ثواب إن أنت تطيع أبوك. لو قال لك اكنس البيت، هات طلبات من بره، اعمل أي حاجة مباحة، يسن لك ذلك. ما تقولوش أنا تعبان، أنا هبطان، مش عندك إلا لي، لا، أطع أباك وأمك في المباح حتى ولو كان على حسابك. طيب، لو أمروك بطاعة ربنا عز وجل، قم للصلاة، يبقى انطح. هيا اقرأ قرآن، نطيعهم. اغلق لحيتك، نطيعهم. اذهب اكنس المسجد، نطيعهم. اذهب إلى خالتك أو عمتك أو عمك أو خالك، نطيعهم. خذ هذه الصدقة اعطاها لفلان، نطيعهم. طيب، لو الأب قال لابنه: أنا عاوزك جارنا الفلان ده هو تروح بالشومة تكسر دماغه، يطيعوا ولا ما يطيعوش؟ يطيعوا؟ ما يطيعوش. ليه؟ لأن إيذاء المسلم حرام، فيسمع أبوه في إيذاء المسلم ما يسمعش كلامه فيه. لو قال له: يا ابني لو ما عملت كده بجارك أمك طالق وطالق وطالق، ولو أحلها مذهب يحرمك كل المذاهب التانية. الكلام ده كله لا قيمة له، لا قيمة له، لأنه يأمره بمعصية، فلا سمع له ولا طاعة. إذن في هذه الصورة الولد يتقرب إلى الله تعالى بالاستمساك بالسنة، والأم لا تطلق من الرجل، والله تعالى والمستعان. وجه آخر أيضا في عدم الطلاق أن الأب إذا ترجل ولده، أي بقى راجل يعني، لا يملك من أمره شيء إلا النصيحة. لو بقى رجل بقى دخل مثلا جامعة وتخرج وبقى له ذمة مالية وما إلى ذلك، بقى راجل بقى مسؤول عن نفسه، لا يملك إلا نصيحة. لكن طالما هو تحت مسؤوليته ينصحه ويشق عليه.
خلاص خرج من تحت كنفه وأصبح له ذمة مستقلة، يبقى خلاص لا يملك إلا نصيحته. طب لو قال لابنه في الوقت ده هو ده، لو أنت ما حلقتش لحيتك تطلق أمك؟ لا، هذا كلام لا يعتبر. زي بالضبط العمارة اللي قدام المسجد ده، لو قلت لك لو ما خدتش أي شقة فيها يبقى مرات طالب، وده الحاج أملكها؟ هل أملكها؟ هل تحلف بالطلاق على أمر أنت لا تملكه؟ ماذا سفع؟ هذا سفع. على أي حال، على كل الوجوه لا تطلق هذه المرأة.